فلاديمير بيتكوفيتش يضع 3 شروط لحل أزمة دفاع منتخب الجزائر. 5 أهداف اهتزت بهم شباك الجزائر في آخر مبارتين تزعج بيتكوفيتش قبل تصفيات المونديال، والجماهير الجزائرية تتهم بيتكوفيتش بظلم 3 لاعبين ليس منهم رياض محرز. يعاني منتخب الجزائر من مشاكل دفاعية كبيرة جعلته يستقبل 5 أهداف كاملة في آخر مبارتين وديتين في شهر مارس الماضي أمام بوليفيا وجنوب إفريقيا، وهو ما جعل السويسري فلاديمير بيتكوفيتش مدرب الخضر يتحدث عن 3 حلول كفيلة بإنهاء معاناة خط الدفاع قبل مباراتي غينيا وأوغندا. بيتكوفيتش ينوي الاعتماد على أسلوب الضغط العالي في المباريات القادمة لمنتخب الجزائر بهدف تخفيف الأعباء على خط الدفاع، ويتطلب ذلك جاهزية بدنية كبيرة بجانب تركيز عال من اللاعبين لتطبيق الضغط بطريقة صحيحة. كما يسعى بيتكوفيتش للعمل على هذه الجوانب التكتيكية خلال المعسكر الذي يقام في سيدي موسى، أملا في نقلة نوعية في الجوانب الدفاعية انطلاقا من مباراة غينيا المقرر إقامتها يوم 6 يونيو القادم، حيث ارتكب منتخب الجزائر أخطاء فردية خلال آخر مبارتين أمام بوليفيا وجنوب إفريقيا في الدورة الدولية الودية التي أقيمت في شهر مارس الماضي. ولتفادي تكرار هذا السيناريو في موقعتي تصفيات المونديال، ينوي بيتكوفيتش توجيه تعليمات صارمة لمدافعي بعدم المجازفة في التمرير والتركيز على نقل الكرة بطريقة سليمة. ويعتمد بيتكوفيتش أيضا على الالتزام التكتيكي للعيبة من خلال التغلب على المشاكل الدفاعية التي عانى منها الخضر في الفترة الأخيرة، وذلك مع ضرورة قيام جميع اللاعبين بما فيهم خط الهجوم بالواجبات الدفاعية من أجل تقليل المساحات في نصف ملعب منتخب الجزائر وخنق الخصم تكتيكياً. كما وجهت الجماهير الجزائرية انتقادات لبيتكوفيتش بسبب عدم توجيه الدعوة لبعض اللاعبين للانضمام لمعسكر محاربي الصحراء الحالي، وأبرز 3 لاعبين تعرضوا للظلم من قبل بيتكوفيتش خلال توقف يونيو بعيداً عن الجدل الذي حدث بسبب عدم وجود رياض محرز نجم الأهلي السعودي في القائمة. أولهم محمد بشير بلومي نجم الأسطورة الأخضر بلومي، والذي فرض نفسه كأحد أبرز اكتشافات النسخة الحالية من الدوري البرتغالي، مما جعله محل إشادة كبيرة من قبل الملاحظين. وساهم اللاعب صاحب 21 عاماً في 12 هدفاً ما بين صناعة وتسجيل من إجمالي 35 مباراة شارك فيها بمختلف المسابقات. والثاني هو فارس شايبي، الذي قرر بيتكوفيتش عدم التعويل عليه رغم تألقه مع فريقه أينتراخت فرانكفورت الألمانية هذا الموسم، حيث سجل 4 أهداف وأهدف 12 تمريرة حاسمة من أجل 37 مباراة خاضها في مختلف البطولات. ويعتبر شايبي أحد أبرز الاكتشافات في الدوري الألماني، كما يحتل المركز الأول في ترتيب أكثر اللاعبين الشباب صناعة للفرص في الدوريات 5 الكبرى في أوروبا خلال الموسم الحالي. وثالث اللاعبين هو حماد عبدلي لاعب الوسط المدافع، والذي تألق مع فريقه أنجي خلال منافسات الموسم الحالي من دور الدرجة الثانية في فرنسا، وسجل عبدلي 9 أهداف وأهدى تمريرتين حاسمتين من إجمالي 35 مباراة خاضها ضمن دور الدرجة الثانية الفرنسية هذا الموسم.